هذه آية عظيمة في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم مما أمره الله عز وجل مما من أجله أرسله ليبين للناس ما نزل إليه. ولذلك السنة تحتاج إلى بيان الآيات اللي يختلف فيها الناس بين أهل السنة وبين البدع، كقوله جل وعلا الرحمن وعلى العرش استوى. يأتي المبتدع يقول استوى يعني استولى، طيب على من نزلت هذه الآية؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم استوى يعني استولى؟ وهذا واجب عليه أن يبين للناس ما نزل إليهم. فهو الذي نفسي بيده لو كانت استوى معناها استولى لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن يتهم صلوات ربي وسلامه عليه حاشاه أنه ما بلغ، ما أدى الأمانة، ما بلغ البلاغ المبين، فأخذ يتلو هذا القرآن وفيه سبع مواضع ثم استوى على العرش وفيه ست مواضع، السابع الرحمن العرش استوى، ولا مرة بين وقال استولى. فهؤلاء أن يقال لهم إما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ما أوجب الله عليه تبليغه، أو أنه بلغ لكن إيش ضيعه الله ولم يحفظ، أو أنه بلغ وبين وصلكم ولم يصل إلينا. طب من أين عرفتم بأنه استوى استولى؟ من أين عرفتم؟ لا تقتضي اللغة ولا السياق، ولا قاله النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولا أحد من التابعين ولا تابع التابعين ولا أحد من الأئمة الأربعة، ثم تلزم بأن الحق الذي لا ريب فيه استوى معناها استولى. من هذا؟ من أين هذا؟ أنا دائما أقول أن هؤلاء ناقشهم على الواتساب أشاعرة ولا إباضية ولا كذا، أقول بس أنت شغل من عقلك المعشار، مو كله بس إيش المعشار، وسأل ربك هداية بالصدق والله يهديك رب، بس عشر سمعت عشر المعشار يعني عشرة بالمجال عقلك، شغل بس عشرة فقط، عشرة كافي. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال استوى استولى صح؟ إذا قال لا قال قل عطنا الحديث، لا ما عنده حديث. صحابة ما قالوا، خلفاء الراشدون مفسر القرآن الصحابة ابن عباس ابن مسعود عائشة ما قال، طلابهم تلاميذهم الأئمة الأربعة ولا واحد قال استوى استولى. يكفي معشار ولا يكفي؟ شغل 10% من عشرك من عقلك تجنة تعال، أين هذا؟ أين هذا الكلام؟ فنسأل الله العافية. طيب أنت من قالك استوى معناها استوى معناها على؟ هذا كلام العرب، قال الله في حق المخلوق لتستوى على ظهوره أي الفلك، ثم تذكرون نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. تستوى عليه تركب عليه تصعد عليه، هذا هذا معناه. فربنا جل وعلا على العرش، على وارتفع، هذا اللغة لغة العرب. لو كان غير هذا مراد كقولكم استولى لا قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول في حق نبيه لتبين للناس ما نزل إليهم. في تفسير قوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، يعني السنة. نعم.